اهلا وسهلا بحضراتكم. في الفيديو ده هنطبق اللي احنا اخدناه في السيستم دايناميك من الكوزال لوب دياجرام والستوك اند فلو دياجرام. هنطبقه على اكزامبل وليكن الكورونا فيروس بانديميك. جائحة كورونا دي لو حبينا ندرسها من السيستم داينامكس ونرسم لها الكوزال لوب دياجرام والستوك اند فلو دياجرام، في الاول هنعرف الفاريبلز بتاعت السيستم ده، هنلاقيها فاريبلز كتيرة جدا جدا جدا، لكن في الفيديو ده هنوضح بالتبسيط ببساطة جدا الفاريبلز المهمة. هنفترض ان الفاريبلز في الاكزامبل بتاعنا اللي هو الكورونا فيروس بانديميك، الانفكشن ريت، معدل الاصابة او معدل العدوى، النمبر اوف بيشنتس، الديث ريت، البوبوليشن، عدد السكان لو انا بدرس في دولة معينة، عدد سكان الدولة دي، والريكفرد ريت. السيستم دايناميك سوفت وير كتيرة جدا، هنطبق على واحد منهم الا هو الاي ثينك. فهنفتح الاي ثينك، نكتب كده اي ثينك، ادي الاي ثينك اهو فيرجن 9.1.4، ادي الواجهه بتاعت الاي ثينك، في فايل واديت وفيو وموديل ورن وهيلب. وهتلاقي هنا على الشمال فيه الماب دي بنرسم فيها الموديل بتاعنا للسوك اند فلو دياجرام، وبعد كده فيه الموديل دي بنحط فيها الريليشنز ما بين الفاريبلز وبعضها، والايكويشن بتكون فيها المعادلات بتاعت السيستم. نرجع للماب، بس تعالوا كده نكبر الفيو بتاعنا عشان نشوف كويس. هنخليها مثلا 400 في 100. ادي الموديل بتاعنا، يبقى احنا كده عايزين مين؟ عايزين ستوك، وادي ان فلو وادي اوت فلو وبقيه الفاريبلز. يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج ستوك. ادي الستوك، لو وقفت هنا هلاقي فيه ستوك، هسحبه واعمل دراج، هيقول لي نو نيم، هنسميه ايه؟ النمبر اوف بيشنتس. هنجيب ان فلو، وهنسميه بايه؟ بالانفكشن ريت. وهنجيب اوت فلو، وهنسميه الديث ريت. بعد كده في variables تانية، هنجيب converter ونسمي ال variable ده recovered، وهنجيب كمان واحد converter ونسميه population. يبقى كده دخلت كل ال variables، يتبقى ان انا اجيب الريليشنز ما بين الفاريبلز دي وبعضها بالكونكتور من هنا. فبضيف كونكتور النمبر اوف بيشنتس، في علاقه بينه وبين الانفكشن ريت. لما يزيد النمبر اوف بيشنتس يزيد الانفكشن ريت، فممكن احط البولاريتي هنا بالمره، لو ضغطت هنا كليك يمين على السهم ده احط البولاريتي، ده بيزيد ده بيزيد. كذلك العلاقة بين number of patients و death rate، كليك يمين polarity ده يزيد ده يزيد. العلاقة في علاقة برضو بين population و recovered، لما population يزيد recovered يزيد. يبقى ادي ايه البولاريتي موجب، وفي علاقة بين number of patients و recovered، لما number of patients يزيد recovered يقل. يبقى كده أنا حطيت بنيت الموديل بتاعي، بقيت لي سوك أند فلو دياجرام مع الكوزال لوب، وحطيت الريليشن ما بينهم. بعد كده هضغط على موديل، هلاقي فيه علامات استفهام هنا، معناها دي مجاهيل. عشان يبدأ عملية discretization والcalculation هنا لازم أحط الـ initial conditions للستوكس
وقيم الفاريبلز والمعادلات بقى العلاقات اللي تربط الفاريبلز دي وبعضها. النمبر اوف بيشنتس بيقول لي الانيشال فاليو بتاعته كام. كستوك لازم يبقى ليه انيشال فاليو. يعني ايه انيشال فاليو؟ كام واحد مصاب بالكورونا. هبدأ في التايم الحالي اقول كام واحد، يا ترى كام واحد دلوقتي مصاب بالكورونا. هقول مثلا في 3000 اصابه، يبقى ده الانيشال كونديشن. خلاص علامه الاستفهام راحت. بعد كده الانفكشن ريت، معدل الاصابه. من علاقه لازم اربط الانفكشن ريت مع الفاريبل، طلع لي الفاريبل هنا اللي هو النمبر اوف بيشنتس. هقول يا جماعه 60% من البيشنتس دول بيعدوا غيره، 60% بيعدوا غيره. فاقول 6/10 مضروب في النمبر اوف بيشنتس. اوكي الديث ريت علاقه برضو بين وبين النمبر اوف بيشنتس. هقول ده معدل الوفيات 6 من 100. كده شال علامة الاستفهام. على في علامة استفهام عند الـ variable اسمه population، عدد السكان كام؟ افترض عدد السكان 100 مليون. بعد كده recovered، دبل كليك عليها، هقول لي recovered ده هيساوي عدد السكان ناقص النمبر اوف بيشنتس، واحطهم في قوس، هستخدم من هنا الاقواس، يبقى على السكان ناقص البيشنت ناقص النمبر اوف بيشنتس على البوبوليشن. يبقى كده عرفت كل الفاريبلز والانيشال كونديشنز، يتبقى ان انا اعمل ران. طيب لو عملت رن هعمل، هلاقي هنا في رن لو عايز اشغل على الديفولت، على التايم ديفولت مش هشوف حاجه، فلازم اجيب حاجه اعرض بيها الاوتبوتس. طب هل انت انترستد عشان تشوف انهي اوتبوت؟ ده انا عايز اشوف النمبر اوف بيشنتس، عدد الاصابات كام مع الزمن، عايز اشوف اعرف العلاقه بين عدد الاصابات مع الزمن. بدات بانيشال كونديشن في 3000 اصابه، يا ترى عدد الإصابات دي بعد شهر هيبقوا كام؟ بعد شهرين، بعد سنة هيبقوا كام؟ وهكذا، في وجود الـ variables والعلاقات ما بينها. فهجيب جراف من هنا وأحطه في المنطقة دي. الجراف ده أي حاجة، أي variable هشده من هنا وأحطه في الجراف ده يحسبه لي مع مين؟ مع التايم. فهعمل ايه؟ هضغط على العلامه دي، علامه العدسه دي، واجي هنا على النمبر اوف بيشنتس اسحبها على التيبل. كده حط ايه في التيبل؟ النمبر اوف بيشنتس مع مين؟ مع التايم. ممكن احط عنوان الفيجر ده نمبر اوف بيشنتس ويز تايم، اقول له اوكي. ده عنوان مين؟ التايتل. يبقى كده نوف بيشنتس مع الزمن اللي هو باي ديفولت بالمانث. طب انا عايز اغير الديفولت ده، يبقى اجي من رن سبيكس. تقدر تغير بقى، هيبدا لك اليونت هنا مانث شهور، طب خليها ويكس بقى عايز، وممكن تخليها بالساعه كمان، ممكن تخليها بالدي كمان، خليها ايه بالاسبوع نكون واقعين شويه، من 1 ل 13 اسبوع. لا ده انا هخليها صغيره شويه، هقول عايز اعرف في الاربع اسابيع اللي جايين عدد البيشنتس هيبقوا كام. يبقى كده خليت من 1 لحد 4 اسابيع. وهنا في الانتجريشن ميثود وطريقه التكامل وحل دي معادلات تفاضليه، اويلر ممكن تستخدم اويلرز ميثود باي ديفولت او رانج كوتا 2 او 4، خليها اويلرز ميثود باي ديفولت واقول له اوكي. وتعالوا نعمل السيموليشن ران، هيبدا ايه عمليه الحسابات.
طبعا في انفلو في اوت فلو، هو شغال كالكوليشنز دلوقتي. ادي الريزلت اهو، بعد ما خلص الرن بدأ يقول لك النمبر اوف بيشنتس بيزيد اهو. وبعد انت عايز بالويكس، بعد 4 اسابيع هيفضل هيوصل ليه الرقم ده تقريبا 14000. لو عايز تعرفها بدقة ممكن تجيب تيبل. طيب تعالوا كده نغير الانفكشن ريت، نقول لا ده احنا عملنا اجراءات، او هندخل فاريبلز تانية، اجراءات الحجر والاجراءات العزل والاجراءات الكاملة والاغلاق والكلام ده، هنقول لا ده مش 60% بقى هيعدوا من البيشنس دي، ده انا هخليهم كام؟ 4 من 10 من البيشنس، واقول له اوكي واضغط ران. هلاقي الرقم النمبر اوف بيشنتس داخل على حوالي 60000. بعد 3 شهور رن، بعد 3 شهور هلاقي عدد المرضى داخل على 6000 إصابة. ده بعد ما غيرت الانفكشن ريت وخليته كام؟ 4 من 10، 40%. يبقى ايه number of patients؟ قل شوية بعد 3 شهور. وهكذا اقدر اغير بقى في البارامترز التانية، كل ما ازود عدد variables كل ما اخلي الموديل more realistic. وطبعا لازم اجيب الريليشنز ما بين كل الفاريبلز دي وبعضها، كل ما الموديل يبقى كبير كل ما يكون ادق.